السلام عليكم، مرحب فيكم في الحلقة التاسعة من تختيم لعبة انشارتد الجزء الرابع. كالعادة قبل لا نبدأ لا تنسى اللايك وتشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات عشان توصلك الفيديوهات أول ما تنزل، ويلا دون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. أوكي، في نهاية الحلقة اللي راحت اكتشفنا أن سام كذب على نايثن، وأن سام أصلا ما في أحد مهدد حياته، وانطلق على نايثن في نهاية الحلقة. والآن احنا في ذكريات سام ونايثن، ويلا خلونا نشوف وش بيصير. طبعا انا نسيت وش قال بداية اللعبة، انه شاف بيروح تشوف شغل وبيترك نايثن فترة، بس ما ادري ليش جايين لهذا البيت. هذا شكله قصر، ما ادري شايفين فيه شيء، او ممكن الخاتم، خاتم دريك او شيء زي كذا، ما ادري والله. بس لحين مصدوم ان سام كذب على نايثن. والله صراحة لحد الان اشوف سام انه اخ اناني مرة. نايثن انظر، انها نافذة مفتوحة. نعم، وين هي المفتوحة؟ باك كيف اتباك؟ وين هي النافذة المفتوحة؟ كلهم مسكرين يا حبيبي. تشوف شي ما اشوفه انا؟ اوكي رجيجا. اوكي، هذه النافذة المفتوحة. هيا يا نيتن. يلا يا سامي بوي. شكله متحف هذا. مخيف. نعم. سبوكي. احضرت اثنين. وش ندور احنا بالضبط؟ عن غرفة محددة؟ ابحث عن اي كتب او مقالات او اي اوراق بحث. حسنا، كتب، مقالات، مقالات ممكن حق كنز او شيء زي كده. لا يوجد شيء هنا. هذا مكتوب عليه بوكس، ده في وجهك. لا، لن تكون في هذه الغرفة. الصندوق مليئة بمعدات سفر وتخييم قديمة. تقلت لي يدور هنا. ميس ايفلين، ايفلين اللي تلعب رزنت، تلعب مو تلعب، ما ادري ايش قلت انا، رزنت ايفل 7، تعرف ايفلين. ماي نيم از كيتشيرو نابا نامبا. I recently attended your lecture at the Adventure Lodge last week. واو، اوكي. حصلت شيء؟ حصلت. اوكي، احنا في السقف، ها؟ سنهبط. سنهبط الى الارض. وي، كيف نعثر عليهم؟ أتقصد دفاتر أمي؟ ألا تذكر؟ دفاتر أمي، نعم. يبحث عن أمهم. أنا نسيت في بداية اللعبة أن ذكروا أمهم وأبوهم. وجدناه جلدا أبيض، عثرته على واحد. حقا؟ واليكسوف ليس من دفاتر امي، لكنك فهمت المطلوب. اوكي، بنحصل دفتر ابيض بس خاص في امنا. ماي مادر، يعني هالبيت ما حد عايش فيه، بيت بهالضخامه فاضي شكله. You look there, Eddie Griffin from Beru. Beru, I heard my letter arrived safely. Okay, okay. Hey, هل تذكرك تلك الكتب بأي شيء؟ أنه مكان نعيشنا فيه. بالضبط. أذكر مقولة أبي. لماذا نفرغ الحقائب وسننتقل بعد شهر؟ أجل. يعني أنت يعني. سامي كره أبوه مرة.
سام، قل إني مجنون ولكن تبدو كزهرية من عصر أسرة مينغ. نيثن، من يضع زهرية من عصر أسرة مينغ؟ أوه، مساعدة؟ هيا، فلنفتحه معا. جاهز؟ ادفع! ادفع! اوه لا شكل هذا، اوه كلامه شكله صحيح عن المزهرية. بوت من نوع ما. انظر حولك. هولي شيت. كلهم مليئون بالتابوتات. التوابيت. سام، هذا حقيقي. قايل لك ان هذا الموت لا مو متحف، مكان غسل اموال، ممكن تسوينا كان بيت بس مخلين بايقين فيه اثار وغايبينه. اتوقع بنهايه هالذكرى بنلتقي بشخص. هذا روماني، ربما من القرن الثالث وربما من الرابع. هل تعرف ذلك؟ هذا جريك له هذا من قبل من اليونان، من الحضارة الأتورية. هذا صحيح. نعم، زوج وزوجة مدفونان معا، إنهم مأساوي بطريقة رائعة نوعا ما. نعم، تقدر تقول متحف. يس، أعتقد لديهم جناح ديناصور. لن أتفاجأ. ممكن. أوكي، في فوق وفي تحت. يمكن ما نقدر نروح فوق، خلينا نجرب. ما نقدر نروح فوق، يبغون نروح تحت من هنا. يلا يا سامي بوي، ليتس جو. ياب، هل حصلناه؟ دفتر اخر توقع حق امنا. نو، لا، أمير عباسي، يونيفرسيتي في طهران، إيران. أوكي. كنت أنا المضحك. كنت هكذا دائما. أنت المضحك؟ دقيقة بس. كيف ما أقدر أعبر؟ سام لو سمحت. يبغوني أعبر من هنا. أوكي. هاي نيثن، انظر لي. والآن من أنا؟ ها؟ دكتور ليفينغستون. محقق. لطيف. لطيف جدا لطيف. سأتنازل عن أي شيء للحصول على دعوة كهذه. لوج دعوة لوين؟ It's been a while. صار فترة. I hope you'll join us this year. تنضم لنا أو تحضر هالسنة يا تشارلي. لحظة، قرأت هذا حقا؟ أهو جيد؟ ما جنت اللحظة. إنه عن أول امرأة غربية تزور الهاسة. لكن يقصد الهاسة في السعودية. لحظة، ما أتوقع تشابه أسماء. ممكن إن أمكنك الاختيار. أين ستذهب؟ أي مكان. أي مكان. حسناً حسناً، إذن هنا الهند. نعم، سنزور تاج محل. إنها تدور وتدور. الاتحاد السوفيتي إلى موسكو. نعم، قد يكون من الصعب الدخول. أردت رؤية الميدان الأحمر. موسكو جميلة في الشتاء مع الثلوج هالأشياء. اوكي، اوه هاي، انظر لهذا، درع روماني كأنه. يحيى القيصر. وين راح صوته؟ اختفى. سام، كان ليش اوكي اشوف نوره، انا فكرت اختفى. وين يبغون نروح الان؟
أنا ما رحت من هنا صح؟ كانت سام ساد الطريق علي. أوكي بس ما في شيء. هو نروح هنا. طواطم خصوبة. ألست صغيرا على رؤية تلك الأشياء؟ ممكن. مذهل. هذه الطاولة أشبه بطاولات دار الأيتام. أظن الطعام هنا كان أفضل. ليس بالكثير. اللعنة، لابد وأنهم كانوا يقيمون حفلات رائعة. بالنظر للقطع الفنية كان لديهم مال كثير. نعم، شوف الأسلحة التاريخية. واو منذ آخر مرة. واو كم قيمة هالمكان صراحة من كثر الأشياء التاريخية الموجودة فيه. واو لورانس العرب. دقيقة لورانس هذا الفيلم. دقيقة هذا ممكن اللي كان في الجزء الثالث. ها مغامرة الجزء الثالث كانت عنه لورانس صح؟ أذكر كأني والله نسيت بسرعة مع أني توني مخلص الجزء الثالث مو من زمان. ديرهم مبارزة يبدو فرنسيا. فرنسيا؟ فرنسي ليش قلتها فرنسي؟ لا تتحرك بالمصباح بجوار النافذة. ليش المكان؟ أتوقع المكان فيه حراس بس ما مبين لنا كيف ما فيه حراس. أنت وحدك. alright أنت وحدك. ناقوس تنين. أوه. يبدو من جنوب شرق آسيا. واو. أحسنت. مكان جميل هنا. هاي لديهم كتابك المفضل هنا. A Journal History of the Robins. تاريخ عمليات القتل والسطو لأشهر القراصنة. يحب القراصنة سام. تاريخ مزيف. حتى اسم المؤلف مزيف. وايش حصلنا اخيرا؟ دماية. اللعنة. ما حصلنا. انا ما اذكر اسم كل شيء لكن ليست لامي. انه منزل كبير لا تستسلم. ضخم بشكل مو طبيعي. اغير الغلط. ريشة الخوذة. اوراق الخصمية. دعنا نرى. لا تخبرني. قبيلة توكوغاوا. نعم انت توكوغاوا. اتخيل ان تكون من يكشف هذه الامور. لابد أنه شيء هام صحيح؟ حسنا. Allow this sarcophagus to join the fellow from our museum. أعرض شراء أشيائه وقد رفضوا. موسيقى؟ وين راح سام؟ ايش اتوقع حين نبغى نتسلق؟ كيف نركب هنا؟ اولا سام وين رحت؟ راح فوق. صح ما رحنا فوق. ها اوكي المكان ضخم صراحة. ضخم بشكل مو طبيعي. انه مغلق. قد تكون أشياء أمي في غرفة من هذه. يجب أن نجدها. إنهم مغلقين جميعا يا سام. وين شيك عجل؟ خلاص طابق هذا ما في شيء. يا تطلع فيه. وش سالفة؟ ليش قاعد تطلع فوق؟ تبغى نركب فوق؟ مستحيل. مرتفع جدا. هذا
انظر فتحات التهوية في الأعلى. نعم قد توصلنا تلك إلى الغرفة أسفلها. ليس نحن بل أنت. ماذا؟ أنا؟ لن تكفيني. أيمكنك فعلها؟ هل تمزح؟ يمكنك فعلها؟ حسناً أشوي نقدر ندخل إذن. أي وين ما أتوقع في مدخل هنا. أوه ممكن في فتحة وراء هذا ولا وراء هذا الرف. أوه كاميرا. إنها كاميرا. دعني أرى. أعتقد أنها سليمة. اقترب. والآن ابتسم. لا تفقدها. ذكريات جميلة. بس لحد الآن سام ما يستاهل صراحة. ما أحبه. خلص تسوي له. توقع كده خلاص. اوكي. حسنا هناك. اوه. هاي حذاري. اوكي يبغونا نتسلى. وين المدخل؟ اوكي يبغونا نروح للمدخل الموجود. اوه دقيقة. مدينة اروح من هنا. دقيقة لحظة خلنا اشوف. مدينة اروح لل مدينة نط. مدينة شكلها. اوكي يبغى اروح الفتحة. اي نايس. في فتحة تحتنا بس انا اتوقع. نايس اوكي في جرى ايش اسمه جهاز تنبيه او يمكن دخان او شيء يعني در منه. اوكي نايس نايس نايس. وين الفلاش لايت؟ alright. وين ابغى نروح؟ هنا. اوكي وين احنا الحين؟ معدات طبية. حسنا لقد دخلت. أيمكنك فتح الباب؟ نو انتظر. مغلق من هذا الجانب ايضا. انظر حولك هل هناك مفتاح؟ لحظة خليني أدور. ليش في أدوات طبية هنا؟ Evelyn, I was hoping I wouldn't have to write this letter. I was hoping our last conversation made my intentions clear. I hope that I ignore. والله أشك إن Evelyn, M. Nathan وسام ممكن ما أدري والله. مفتاح. في صورة هنا. اوكي خلنا نفتح الباب لسام. إذن أي شيء؟ نو لم أرى أي دفاتر. حسنا لدينا باب آخر مغلق. هيا ليكم تبغوني أتسلق مرة ثانية. المفتاح اللي حصلته. نسيت ان حصلنا مفتاح. اوه واو. هذا بكم هذا هو المكتب. كثيرة. فلنرى ما سنعثر عليه. لنرى ما سنعثر عليه. كايلا يوكو. يوكو؟ ما ادري والله. طبعا حصله هنا يعني هذا بين نهاية الذكرى.
ستيفن ترامبلي. الكتاب الخاطئ للمرة الألف. وانت يا سام حصلت شيء؟ كل التدوير علي انا. كاساندرا. سام، هل وجدت شيئا؟ هذه امهم. هذا هو. أوه، شاف شي ثاني. هذا ذكر مدغاشكر. أوه، هذا الأفلين باتر فرست إديشن of a general history of Byrights from a collector along with a stack of 18th century documents. Among them, I found a very intriguing letter from our one Joseph Bernese, who not only admitted to being a crewman of Henry's every blah, 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 blah. Okay. Whoa, Henry Avery. I'm late to Gunn's way. من هنا اكتشفوا هنري. ماذا لديك؟ وكنزة. هوا سام بكنزة. نعم، ولا أنا، لكن هذا خط أمينا بالتأكيد. ارفع أيديكما ببطء. مهلا مهلا، لا داعي لذلك. ماذا يحمل؟ مهلا، وجهي مسدسك لي. أعطني دفتري. حسنا حسنا. هذي أمهم. اسمع، آسف يا نيثن. قال دفتري. ماذا الآن؟ الآن سننتظر. شرطة. الشرطة لن تحب التعامل مع ذلك الإزعاج. توقف. الذي يسببه إفساد حياة طفلين. هذا لا أريد إطلاق النار عليك يا سيدتي. لا ضرر ولا ضرار، صحيح؟ يجب أن نواجه جميعاً عواقب أفعالنا. دعيه يرحل على الأقل. أحضرته هنا ليرى الأشياء الخاصة بأمنا. لم يكن له دخل بهذا. ماذا؟ أمكم؟ أقول لك إنني المسؤول. لا، أشياء أمك الخاصة؟ نعم، هذا الدفتر كان لأمينا. أنتما طفلة كاساندرا مورغان؟ أهلا. يا إلهي. أوكي. كنت سأطلق النار. نعم، وما زال هذا بإمكانك. إذن هل أبعدته؟ Thank you. كيف تعرفهم أو تعرف أمهم؟ أها. كانت تعمل معي. شركتها. لاحظتم بالتأكيد. أنا من هواة جمع الأشياء. هذا يعتبر بخسا لحقك. إذن هل كانت مترجمتك؟ أنا شركتها بقول لك. كانت أكثر المؤرخين الذين عرفتهم عبقرية. كدنا نحقق أشياء كثيرة، ولكن مرضها. غرفة المعدات الصحية كانت لأمهم. لا لا عليك، كان هذا منذ فترة. من بين كل اكتشافاتها كان هذا الإنجاز الأكبر لها. أو الخاتم، خاتم درايك. سيك بارفوس ماجنا. من بداية اللعبة وهارس شعار سير فرانسيس دريك. اوكي. بدايات عظيمة من ماري العظمى، من بدايات صغيرة. كنا أسرة غريبة.
هل قالت لكما عن نظرياتها بشأن سير فرانسيس دريك وورثته؟ سير دريك ليس له ورثة. هذا ما يخبرنا به التاريخ. أوه. أنا وأمكم اعتقدنا بغير ذلك. تعلم أسرار ذلك القرصان القديمة هي مغامرة يجب التخلي عنها. هناك أشياء يجب التخلي عنها. سامحاني، كلام عجوز مشتتة. خذ. أعطتهم كتاب مذكرات أمهم. لك الحق فيه مثلي تماما. من يدري، ربما ستتمكن ذات يوم من إنهاء ما بدأته هي. أبشر تجاو. Time to go. Time to go. نعم إذن. لم نعد متهمان ها؟ سأتعامل مع الشرطة. أوكي تعال. عدم الدخول. إذن تستطيعان الخروج. نعم. يقوم بتموت علينا الحين. شكرا لك. آسف بشأن الفوضى. حسنا هيا يا نيتن هيا بنا. دقيقة ايش فيها؟ قلت لكم بتموت شكلها. انت بخير. اللعنة. لا 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 لا. هاي 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 سام. سيدتي تب. نحن الشرطة. انت بخير. انتظر علينا فعل شيء. تقدر تساعدها. تقدر تساعدها. لا يمكننا مساعدتها. يجب ان نهرب ان وجدتنا الشرطة هنا. تقدر تساعدها. نيثن يجب ان نذهب في الحال. ما اتوقع بتموت. اوكي النافذة. بتهموكم بقتلها. حسنا تفقد في الأعلى. وين؟ تعال معي. سكر النافذة. سكر النافذة. اوكي انتظر الهروب من الشرطة. اوكي اتوقع سام من مسك هنا. تبا بحضر. لم اسمع يرد من الرجال. تصدق ايش اتوقع؟ اتوقع سام بيتخلى عن نيثن. يسويها. المدخنة. هيا قادم. كم سيارة عشان كم؟ اوكي. اوب 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 اوب. البوابة الأمامية تبدو خالية. البوابة الأمامية. حسنا. أوف اكتشفونا. اجري من هنا سيهرب. أنا ثبت مرفي مشتبه هاني في صف الكهرباء. كم عمر سام هنا؟ توقع صغير. أوب 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 أوب. أطفال يا حبيبي هدي. أوب. جو 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 جو. خذ مكانك. اجري. ابتعد عن هنا. بجوار دار الضيافة. اجري. تبا إنهما يهربان. القمامة هيا. أبا استغرب ليش ما أطلقوا النار. أوكي هربنا. اركب الدراجة هيا. تمسك جيد. أوكي توقعت أن سامي انمسك بس هربنا. All right.
أعتقد أصبحنا في أمان، فلنتوقف لالتقاط الأنفاس. التقاط الأنفاس؟ التقاط نفسنا أنفاس؟ يلا no problem. ليلة لا تنسى ها؟ ليلة لا تنسى. العجوز اسمع، ماتت 1000% ماتت. لم يكن ذلك خطأنا، أعني تلك السيدة كان مدينة نساعدها مريضة، قد تشعر بالأسى لكن لم يكن بيدنا حيلة. ماذا نفعل الآن؟ كيف أعود للملجأ؟ وكيف تعود للعمل؟ لن نعود. ايش بصير الحين؟ اوه هذه بدايتها ما؟ لا انا جاد، سنبتعد لاقصى ما نستطيع عن هذا المكان. حقا؟ في مدينة هم الان؟ اعتقد انهم سيبحثون عن نيثن وصامويل مورغان بغير اسمهم. وان لم يكن بغير اسمائهم نيثن، في ذلك القصر كنت تعرف معلومات مثل تلك السيدة العجوز. نيثن دريك مو اسمه الحقيقي، انا مقدر لنا ميسن ماسن ميسن، لكن حتى الليله لم اعرف معنى ذلك. لكن هذا عمل امنا غير المكتمل، هذه فرصتنا لبدء حياتنا من جديد بهويات جديده. عما تتكلم؟ اعرف اشخاصا بارعين في تزوير الاوراق، واما عن اسمنا الجديد أمنا اعتقدت أن فرانسيس دريك له ورثة، من يمكنه النفي؟ أنت جاد صحيح؟ نيثن نحن مقدر لنا هذا، وأعدك أنا وأنت سويا سننجح. ما رأيك إذن يا نيثن دريك؟ أوكي نايثن درايك، من هنا بدأت مغامرة نايثن درايك. بعد ذلك وأصبحنا مغامرين، أجعنا الحاضر. حسنا اثبت. وش جيب إلينا هنا؟ وهل هي وحدها أو معها سوليفان؟ لو أننا لم نتناوب الدخول إلى السجن فهذا لأننا سجننا معا. بعد أن فقدته فإنني، أو بعد ما اعتقدت أنني فقدته، لم ترغب في تذكره ثانية. شيء كهذا هذا كل شيء. والحين احنا ويش نسوي؟ هل بيحاول ناس اني انقذ سام؟ معك اشك في ان هذا كل شيء، لانه صراحة انقذنا، يعني كان بيطلق علينا ويف بس صابه هو. هذا كثير. فيما تفكرين؟ افكر في انك سعيد الحظ لانني وجدتك. نعم ودائما كان محظوظ. يسعدني أنك لم تفقد أحد أطرافك، كنت سأعاني في إخراجك من هنا. كيف عثرت علي؟ الأمر سهل، تبعت صوت الرصاص. لا أعني كيف جيت الجزيرة. سولي طيارة. طبع. أجل سولي، قلت أنا مستحيل أجي وحدها. مرحبا يا عزيزتي، كيف حاله؟ صوت صلي العربي مشابه للإنجليزي مرة. والآن علينا إنقاذ دريك الآخر. ماذا تقصدين؟ نيت سيخبرك. مرحبا، سعيد لانضمامك. وأنا أيضا. ماذا حدث لسام؟ مع ريف. تبا، أتعرف مكانهم؟ نعم، إنهم متجهون إلى شمال الجزيرة. شمال الجزيرة. مكان مناسب للاستعداد. بعد إنقاذ سام سيكون علينا الابتعاد بسرعة. حسناً. اسمع، ماذا عن الكنز؟ انساه. لا نحتاجه.
لكن الكازار لا لا يوجد الكازار. كل ذلك هراء. نعم هراء. الديون الهروب. نعم خيال سام. مو خيالة كذبة. صحيح. سأخبرك بكل شيء عندما أراك. حسنا. نعم أنا. أحيانا مصدوم إنه كذب علينا وخلانا نسوي أشياء بس عشان قال إن حياته في خطر. مبادلة. شكرا. أكيد. لا أعني. شكرا على إنقاذي. مجددا. لقد كدت ألا أفعل. أوف. ما ألومها. أجل. هاي. دبرت انتقالا. هل نحن متجهون إلى جانب الجزيرة الشمالية؟ نعم نيو ديفن موطن مؤسسي لبريطانيا. إنه المكان حيث سيأخذ للأفضل أو الأسوأ. 17 قبل أن يجدوه. يلا ننقذ سام. انظر بالأعلى قراصنة من أصدقائك في شورلاين. هل انزلقت من هذه المسافة؟ كان أسرع طريق للنزول والآن علينا إيجاد طريق آخر للصعود. لهذا الدرج؟ نعم. اوكي. هل انت هنا منذ فتره؟ على الجزيره عده ساعات. رايت المستعمره؟ نعم من الهواء. مذهله صحيح. لم أقم بجولة كاملة. لقد كنت منشغلة قليلا. أنا أدور عليك. أو أنا زي الليفت. هل هذا مصعد؟ يبدو هكذا. كيف؟ أقسم بأن إيفري اختار أفضل المهندسين في عصره. لابد أنه استخدمه لنقل الإمدادات على النهر. هذا توقع مقبول. يلا يا إيفري. ها هي سيارتك. سيارتها أبد على الحافة موجودة. ما رأيك أي طريق؟ فلنلقي نظرة. هذا هو الطريق. كيف نتسلق لكن؟ ما يوصل سام. لنصعد من طريق الأرض. أو هيا بنا سأرفعك لأعلى. عظيم عظيم يا زوجي العزيز. طب 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 أتعتقد أن هناك طريقا آخر لأعلى؟ أرى ممرا هنا. مفروض نقدر أتسلق هنا بس ما أقدر. مرتفع شوي. بيحتاج مساعدتك يا إلينا. يوجد طريق للعبور هنا. وين؟ ابحثي عن شيء نستخدمه. نعم نعم يا زوجتي العزيزة. أها وين هي؟ هذا ما نحتاجه يا زوجتي العزيزة. تعال هيا بنا. أبك. ما شوي.
فائدة. ايش اللي لا فائدة؟ اوكي اوكي يجا اوكي نايس. طيب بعدها ايش نسوي؟ ما اقدر انط. اها تنط طار تضرب بالمسمار. نايس قبضة قوية. ليس سيئا صحيح. احسنت يا نيت بضرب الفتاة الكهنة. سأقابلك في الجوار. Yeah, of course, بينكسر. أنا بخير. أوان ما. كل تحت السيطرة. حاول العودة إلى هنا في الأعلى. نعم. نعم. حسناً. نيت، أتجد طريقاً للخروج؟ طريق مسدود. ربما المصعد لا يزال يعمل. أشك. عمره 300 سنة. وتعرض للطقس. هل لا يزال يعمل؟ رائع. أوه نايس. ستصعد؟ اوكي. حقيقة ان ذلك لا يزال يعمل امر مذهل. لقد بحثته. اتعرفين انا سوف اقابلك في الاعلى. ايوه نايس. لديك بعض السجائر؟ نعم ولكن أوه في هذا. خلاص حركة لطيفة بلا صعوبات. والآن ما طريق السيارة؟ سنراها بسهولة من منطقة أعلى. نعم فكرة جيدة. طريق السيارة، أين هي السيارة؟ أوكي مو من هذا الطريق. أو هذا هو. على الأقل نجري التمرينات صحيح؟ نعم إنك تجري التمرينات. بوي وجد السيارة فعليا. ثلاثة. إذن فلنستعدها. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. يا حبيبي كنت واجب العيد. ليش في موسيقى اكتشفوني؟ اوكي ما اكتشفوني بس في قناص. هذا اللي بالقناص بيكتشفني. اوه في واحد ثاني. اوه ماي جاد بيخلصوا اعدادهم بالعشرات. اتوقع لو قتلنا هذا لاجل ايوه تعال. تعال حبيبي لقد فرقت صديقك الموت. انت مشكلتك قاعد تراقب جهتنا. بس خليك تدور وخلي هذا القناص بسرعة بسرعة دور بسرعة دور.
يلا طيح تتزحلق تالي بتموت. يستحق المحاولة. إلينا. أوف نايس. ولا روح. أوه ممتاز. لأول مرة أتسلل بدون ما أنكشف. يبدو أننا أتسلل. إليك سؤال، لماذا يريد لأدلون كنز إيفرين؟ إنه لا يحتاج للمال. يريد المجد، لا يريد أن يعرف بأنه اختنى بسبب ميراثه. التخلي عن الأمر ليس خيارا له. ريث مناسب لشورلاين، يحتاج إلى قوتهم ويحتاجون لأمواله. حقاً، يبدو أن أموالهم كافية. اشتركت شورلاين في بعض الحروب الأهلية ولم يحققوا الأرباح. ورثت نادين فوضى والدها، تأمل بأن تعيدها هذه العملية إلى المسار. أوكي، إلى أين سنذهب؟ جهاز ثاني من الجسر المكسور. هدفنا نروح شمال الجزيرة. مذهل، انظري للمصعد، إنه هائل. يمكنك كتابة مقال عن كل هذا. يمكنني هذا، أشك في أن يصدقه أحد. والتقاط الصور أيضا. لم أحضر الكتابة، ليتني أحضرتها. بهدوء. إن شاء الله. آسف يا عزيزتي. يأتي سام مباشرة إليك بعد أن أخرجه من السجن. أراد جمع الأدلة التي كانت لدى ريف عن إيفري قبل أن يرحل عنه، كما أنه احتاج وقتا لتأليف قصة المزار. لو تحققت من كمان. مع أنك تسوى كل هذا، بس الأخو يضل أخو، لازم تنقده. بحذر. وصلنا يا المسعد. بداية غريبة الشكل حق، كبيرة بما يكفي لحجم السيارة. لنأمل أن تعمل هذه أيضا. لنأمل ذلك. انتبه. فلنلقي نظرة. اشتغل توقع ما توقع. كلا، كان سيصبح ذلك سهلا. الساقية لا تزال تعمل. حسنا، إما أن نصلح ذلك الشيء أو نجد وسيلة للتصرف. لنرى ما سنفعل. لا نشيك بس. أوكي، يبغون نكسره. لم يفعل ذلك أي شيء. أوقف الساقية. لا يساعدنا ذلك. حسنا، لنجرب شيئا. ما استفدت شيء. دام. في واحد هنا. لا. انزل يا حبيبي، انزل. هل تعرفون من هو همترو؟ بوم. حسنا اذا. يلا يا إلينا اسحبي. ما شاء الله تسحب. مكان سيء بينهار على راسي. هاي ديت، ابتعد عن الطريق. كده؟ كنت انا بوقف تحته وبانور. تخيل لو كنت واقف تحته. أستطيع الصعود إلى هناك. شكرا. شكرا. ما بوشي جرايكا. تعال هنا. ما نوصل له. راحت مهارات كاد رايك.
ولكن ضارة شمسية يا دراك. أحتاج إلى مصعد لأصلح المصعد. يحتاج إلى مصعد ليصعد المصعد. قولها 10 مرات. اوكي الحين يبغى ليش نايس توقف العجله حسنا جاهزون احسنت عزيزتي اوكي كل مكان عتيق في الغايه انتظري انتظري يلا اوكي قرار جيد نحن ذا ايه نايس اوكي هل اشتغل مصعد فعلناها الحق 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 هلا كنا وقفنا ربما علي ان اوه نايس اوه 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 انبطحي واحتمي بالسيارة نايس ما زلت معي؟ نعم ما زلت هنا ولكن تلقت السيارة بعض الرصاصات لحظة بس لحظة بس من كل الاتجاهات يا حمار انت كنت افكر هي شكلها مهمة صعبة خلاص لا القناص خلاص المشكلة الآن موجودة ف احتياطا المصعد عرف ثانية اوكي انه يتحرك ثانية تمسكي سأتصدق وأغطيك قلع او اسرع 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 انقذها انقذها روح لليمين هالمرة لا تعودني من جديد بليز نايس أنت بتخيرني يا نيت يعتمد على أشياء إلينا
ستقود. أواثقة؟ تقومين بعمل جيد. بعد كل ذلك أحتاج للراحة. يب أعطيش راحة يلا تستحقي صراحة. كنت أفكر كل هذه الأعمال الهندسية والمباني ليست رخيصة. أتظن أنه قد تبقى أي كنز؟ لقد تساءلنا عن ذلك. منظر جميل. خلينا نرتاح لثواني بس بعد كل هالقتال والحوسة. أوه رجعنا. وهذا مكان ثاني. كنا رجعنا. نغادر. وين بنروح؟ أنا حين دايخ ترى. هكذا استعدت السيطرة. كان على شو اسمه شي شلال هذا. كان سحب على إلينا. Come on, Elena. ذلك السد يمكن القيادة عبر بوابته. عبر البوابة. Okay, يبغون نفتح البوابة. All right. نفتح بوابة السد عشان نعبر. حسنا إذن. لا فائدة، الطريق مسدود. سأجرب الآخر. سنجرب الآخر. كان توقعت ذلك. خلف الباب رقم 2. مفاجأة. نايس. عندنا نعبر. يلا يا إلينا. هذا خاليا. أحسنت. يلا أوكي تنتظريني. No problem. بخير. هاي وين نروح بالضبط؟ هناك هناك. ما الأمر؟ الأرض موحلة لنلتف. بس اللعنة كان ذلك قريبا نوعا ما. من هنا يبغون نروح إلى السرعة. لحظة لحظة يمكننا صعود هذا الطريق. قرار جيد. Alright. وننزل من هنا بيعطينا سرعة أتوقع. شاهدي هذا. تمسكي. نجحنا. تبدين متفاجئة. ربما قليل. ساعدنا. صراحة اكتفيت اليوم من اللعب بالسيارة. احتمالات عمل المزحف. بهدوء. هذا يعني أننا نشكون على 0%. الساقية تعمل. هذا مبشر. فلتساعديني هنا. نقدر نرفع. سأمسكه. أحضر السيارة بسرعة بسرعة. آه.
هذا ضمان. يلا توقع بيشتغل معنا. دخلنا لنغامر. نايس. ثلاثة من ثلاثة. هندسة القراصنة مبهرة. والمنظر 10/10. اوكي هذا كان المصعد اللي جينا منه. اتوقع لو واحد ثاني انني لا اذكر. واو كبطاقة تذكارية. نعم ليبرتاليا. ليبرتاليا. تمتعوا بجمال الطبيعة وابقوا للمعارك النارية حتى الموت. نعم. لماذا غيرت رأيك؟ 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 قلت إنك كنت لا تعودي. ترجم لك عليها شوي. رحيلة بينما كان واضحا أنك غارق. إنها زوجتك أيها الغبي. نذور الزواج في السراء والضراء. نعم في السراء والضراء. لقد وظننا. ساعدني هنا. حسنا حسنا. حتى إن كنت تعتقد أنك تحميني فليس من حقك أن تمنعني هكذا. مهما تكون المشكلة يفترض أن تتحدث معي حتى نجد حلا لها معا كفريق. أعرف ذلك حقا أعرف، لكني كان خايف علي. أنا أتعرف يجب أن نركز. إذا رجعت بيتكم تكلموا. يس هذا الخيار الصائب. المحطة التالية نيو ديفن. أوه الموسيقى. كان المكان صار جميل. وحاب الموسيقى مرة. نيو ديفن. واجهنا بعض الصعوبات لكن نحن بخير الآن. ولنبقى على اتصال. لست من محبي فكرة لا أنباء تعني أن الأنباء جيدة. سنحاول. انتهى. إيش العصبية يا إلينا؟ انتهى انتهى. سيكون على الجانب الآخر من الجسر. فمساكي ياب هذا اللي قلت منها بالجسر. أو شت. نتجه للشلالات. أو شت. قدار قوي. استعد. نيت. نيت. هناك. سنتسلق الصخور. ليش ساية تنفجر لا طاحت؟ شي غريب في الألعاب والأفلام. مفروض بس إنها تتكسر. أوب شجرة طاحت. لقد كان ذلك غريبا. وداع للسيارة. هذا اللي تمنيته أنا. تخلصنا من السيارة. لم أكن أحاول حمايتك. لقد قطعت عهداً بأنني اكتفيت من أسلوب الحياة هذا.
كلنا فعل، لكني نكثت العهد. لم أخبرك لأنني كنت خائفا. خائف مما؟ فقدانك. أعتقد أنني كنت أحمي نفسي، تعرفين؟ علينا تغطية مساحة كبيرة. خلي الهدرة لبعدين، يقول لي يعني خلاص لنتحرك. نعم. من هنا. نحن على الجانب الصحيح من النهر. نعم. كان ذلك المزرعة سيئة. أرى فتحة هنا. فتحة؟ وأنا أسمع أصوات. أي ما يقدر نتسلى. إبري اختار جزيرة رائعة. آه. ربما نعود إلى هنا في عطلاتنا. نعم ربما. أطلب بلاش ها؟ نايس. أو كيف نطيت كده؟ ما انتهينا يا إلينا، ناسب على اسمها. ما انتهينا يا إلينا. أو كابتن قبطان قراصنة 1718. ارقد في سلام يا صديقي القرصان. نايس. كانها جماجم. بالنظر إلى الملابس إنهم مستعمرون. ربما كانت معركة بينهم بين قراصنة. نعم أنت محقة، إنهم مكدسون أو تم دفعهم ناحية الجدران. كانوا موتى عندما تم إحضارهم. هذه مقبرة جماعية نايت. أهلا تريتر خاين. أحد الثوار. هذه طريقة سيئة للموت. واحد آخر. واحد آخر. آه يبغوني أتسلق على الشبك نفسه. ما تخلص تهين. وإيش بالضبط؟ اوكي هذا الجسر لكنا من جهة. اوكي مشانق. اوه في والله صارت في حرب هنا زي ما كان في ليبرتاريا. نيو ديفن. هذه احدى طرق سحق التمرد. بوم. وهنا اتوقع وقت ممتاز اني اوقف الحلقة. لعب شابترين هذا اللي ناوي عليه. ان شاء الله باقي في اللعبة اتوقع 5 شباتر. في الحلقة الجاية ان شاء الله العب شابترين، وفي الحلقة الاخيرة اخليها طويلة والعب باقي 3 شابترات واخلص اللعبة. اتمنى ان الفيديو عجبكم، واذا ما انتم مشتركين في القناة اشتركوا، ولا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات اول ما تنزل. وان شاء الله باشوفكم في الحلقة الجاية. مع السلامة.